رائحة هذه الوصفة سيئة، متى ستنتهي؟ حين تصبح الرائحة مقززة. ما هذه الرائحة المقززة؟ وصفة لتغيير الشكل، ستشربينها وتتحولين لشكل مختلف. ولماذا أفعل هذا؟ حتى تذهبي إلى القصر متظاهرة أنك قريبة لأي شخص هناك. ربما أرماندو، فهو هدف سهل. وحين تدخلين ستجدين طريقك للخزانة وتسرقين تاج والدة إلينا. ذا الجوهرة السحرية. أجل يا فتاة، سأستخدم سحرها لصنع عصا جديدة لأستولي على أفالور ثانية. ونصبح ساحرين، لا تنسي هذا. كيف أنسى وأنت تذكرني دائما. الآن أرجو المعذرة، أود تكملة العمل. كارلا، هذا ما يحدث معي دائما. طول العمر دوما يستخف بي الجميع. لو رأيت طفولتي يبدو همي الفظيع. ومهما كبرت أصاغ كالنعاج، لكني الآن سأسعى للتاج. طول العمر لم أعرف مكانا يدعى البيت. كنت أسعى مع أبي ننتقل طوال الوقت. دوما أشعر إني بمفردي في صمت، لكني الآن سوف أسعى للعرش. للعرش. من ضعف إلى القوة، من نور إلى الإظلام. عندما يقوى الضعفاء تتضح قوانا لهم بسلام. لا تنظروا الآن، بل بعد قليل سنعود أقوياء. لا تنظروا الآن، فمعي دليل على خطأ الأدعياء. لا تنظروا الآن، بل انتظروا التغيير. قد حان استثمار الغضب. حظنا سيكون في تحسن كبير، وسنستبدل الكوخ بقصر من ذهب. أصبح جاهزا. هاي، ما زال شكلي كما هو في المرآة فقط، لكن بالنسبة للآخرين تبدين مختلفة تماما. ابتعدي عن المرايا يا عزيزتي وسوف تخدعين الجميع. بل سأفعل أكثر. من ضعف إلى القوة، من نور إلى الإظلام. عندما يقوى الضعفاء تتضح قوانا لهم بسلام. لا تنظروا الآن، بل بعد قليل سنعود أقوياء. لا تنظروا الآن، فمعي دليل على خطأ الأدعياء. لا تنظروا الآن، بل انتظروا التغيير. فقد حان استثمار الغضب. حظنا سيكون في تحسن كبير، وسنستبدل الكوخ بقصر من ذهب. سنستبدل الكوخ بقصر من الذهب. كفى ثرثرة الآن، حان وقت الذهاب للقصر يا كارلا. اسمي ريتا. اضغط للمزيد من فيديوهات قناة ديزني، ولا تنسى يمكنك مشاهدة قناة ديزني حصرياً على قناة OSN.